هذا بيكون في الجزء الثاني من تجربة شراء مايكروفون من الانترنت. هذا الجزء سوف نخصصه للقيام بعمل انبوكسين لمايك، كذلك سوف نقوم بكتابة ريفيو عن المايك في موقع الاكسبرس. اول شيء سوف نقوم به أن سوف ندخل على المتصفح، اي متصفح انترنت، ندخل الى موقع الاكسبرس، نقوم بتسجيل الدخول بالنقر على سين ان، نقوم في الخانة الأولى نقوم بكتابة الإيميل، كذلك نقوم بكتابة الباسورد. أي عملية شراء يتم وضعها في قائمة خاصة بعملية شراء، وهي هنا نقوم بتمرير الماوس بجانب اللوجين الخاص بكم، وبالتالي ننقر على ماي أوردرز، نبحث عن المنتج الذي نرغب بالقيام أو بعمل تأكيد استقباله. نحن سوف نقوم بالنقر على المايك. المايك قمنا بعملية الشراء فيما يخص مايك 4 شوتنبير سنة 2013، وصل يوم 21 أنا ما أظن 20 شوتنبير، تقريبا أسبوعين هي المدة التي استلزمت وصول المنتج أو المايك. قمنا بتجربة المايك وهو يشتغل جيدا، نفس المواصفات التي قمنا أو الصور التي تم إسنادها وشرع ووضعها في الوصف هي نفسها، بمعنى أن الأمور كلها جيدة، الجودة متناسبة وتناسب الثمن. ايضا فيما يخص الصوت فهو واضح جدا، بل اكثر تحس انه HD نوعا ما، انه واضح جدا ليس هناك اي تشويش. ايضا المنتج فيما يخص المواد التي تم صنع المنتج منها فهي مواد جيدة. ايضا هذا الغشاء او هذا الغطاء الذي يتكون من القطن فهو جيد. ايضا هذه الكماشة او الكليب ومن المعدن وليس من البلاستيك، ما يعطي نوع من الثبات. الطول ويناسب أي شخص ولو حتى كنت طويل، بالنسبة متر 1.80 متر فهو يمكنك أن تضع المايك بجنب الرقبة ويصل حتى الجيب الخلفي لأي السروال. سوف نقوم بتأكيد على أن وصل المنتج. كيف نقوم بذلك؟ وبالنقر على Confirm Order Received، نقر على Submit، تأكيد على أن وصل المنتج. سوف نقوم الآن بإعطاء ريفيو للمنتج. يمكنكم تجاهل هذه المرحلة بالنقر على Cancel، لكن من المحبذ أن تقوم بالنقر على وإعطاء ريفيو. سوف أقوم بالنقر على Excellent. سوف نقوم بكتابة رسالة هنا نعطي فيها انطباعنا وتقييمنا للخدمات التي قام بها المنتج، أيضا البائع. أيضا سوف نعطي تقييمنا حول المنتج فيما يخص الجودة إلى آخره. How accurate was the product description؟ المنتج هو نفس الأمور التي تم وصفها. How satisfied were your seller communication؟ Very satisfied. How quickly did the seller ship the item؟ المنتج تم شحنه بسرعة لنقول 15 يوم على ما أظن، وهذا جيد بما أن الشحن مجاني. سوف نقوم بكتابة رسالة قصيرة، نقوم بالنقر على ليف فيدباك. تمنا هذه المرحلة، يتبقى شيء واحد وهو سوف نشارككم الريفيو وفيديو عن المنتج. ندعوكم بعمل لايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب، كذلك على الفيسبوك، وعمل فولو على تويتر. فرجة ممتعة.